وليد جيت الرسم فيه والحق تفاجأت بالمدرسة والنظام الجديد وكثر خير للخيال وأهل البر والإحسان والمجتمع المدني وعلى رأس مسي أحمد اللي قاعد يقوم بواجب كبير ومجهود كبير فهمت. وتبارك الله شيء ينعش يفرح القلب مدرسة دي. ايه شنو صار؟ وانا ولات احسن من وراهم الحمد لله نرحم والدين العباد نرحم والدين كل نساء وكل من عاون بارك الله فيه كل من عاون مادين ومعنويين وحتى لو قالوا لنا كلمه زاد مزمر الله يرحم والديه خاطر ذاك شجعنا باش نمشيو بثنين مسكين. الكلمه الطيبه الكلمه الطيبه الطيبه والخايبه حتى الخايبه باهيه فاهم تجيش يعني. ايوا سيب ايوا شو اليوم زاد هنا؟ والله شويه خدمه شويه ريتوش شويه شنو مازال فما خدمه في المدرسه؟ لا كيف هذا شنو مازال تو شوف شويه اجات مسخوه بك برجليهم واحد من بروتشو واضح سد الامور راكبه ان شاء الله. السلام عليكم. السلام اهلا خويا هيثم. اهلا وسهلا. معنا برسك من بدايه الحمله هيك ولا لا برسك؟ شنو رايك اليوم هو النهار في دخول المدرسه والشعب الكل هل الحمد لله الناس كل فرحانه باذن الله فهمتي كلام فرحانه الله مصلي على النبي الحمد لله الحمد لله وكنا ونصبحنا وكنا ونصبح. صباح عندي بنتي سنه اولى سنه دخلت المدرسه عجبتني برشا خاصه زوز اقسام تاع السنوات الاولى جا عندي بنتي دخلت وتعلمنا وقرات في الاقسام الاخرين كان قلبي بالضغطه سواء نثبت المطر ولا ديما قلبي طاير خدم شقيقين برشا الحاجه الهائله الهائله انهم في الاقسام ركبوا يعطيكم الصحه مجهود هائل.